السلام عليكم الزول في الاول، وبصر الخير عليكم وصحة رمضانكم وصحة رمضان خاوتنا، خاصة اليوم في الحباس خاوتنا المعتقلين السياسيين المناضلين المقاومين، وصحة رمضان مواليهم اللي راح يصوموا بلا بيهم. ما نساوكمش، احنا رانا عايشين الظلم تاع النظام، ولكن على بالنا انتم راح تعيشوا الظلم المضاعف، وخاصة في شهر رمضان الكريم. لذلك صامدون صامدون حتى ننتصر، المقاومة لن تنتهي ما دام النظام الغاشم قائم. النظام هذا يا يتنكر لكل شيء، نظام ما يستعرف بوالو، المصالح تاعو الضيقة أو الممارسات تاعو اللي تمر عبر المصالح الضيقة تاعو تتنكر تاريخ الجزائريين، تتنكر المصالح تاع الجزائريين، ما تستعرفش بالمستقبل تاع الجزائريين، وتتنكر خاصة للقيم تاع الشعب الجزائري، القيم اللي بيهم هذا الشعب قدر يقاوم الاستعمار وقدر يدير أكبر ثورة ولا من أكبر ثورات في تاريخ التحرر الإنساني. هذه القيم هو تركيب خصب لشيء جبناه من التاريخ تاعنا، من الموروث تاعنا الثقافي والروحي، وأشياء أخرى جبناها من التجارب الإنسانية اللي نسميوها القيم الإنسانية. هذا المركب هو اللي قدر يشكل حاجة اسمها الشخصية الوطنية، هو اللي خلانا نداوسوا وقت الاستعمار الفرنسي باش نبنيو دولة تكون على أساس هذا القيم، تخدم الشعب الجزائري وتكون في تناغم كذلك واستمرارية مع تاريخها التحرري والثوري. النظام السياسي الجزائري يتنكر لهذا، ولو أنه يتشدق بها، ولو أنه نفاقا ينادي بها، يكتب الدساتير ويكتب القوانين ويتكلم على حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وفي نفس الوقت يمحي هذه القوانين ويلغيها بالممارسات تاعو. يتكلم على الشخصية الوطنية وعلى الموروث الروحي الجزائري وعلى الموروث الثقافي وعلى قيم التراحم وقيم التآزر، وخاصة في رمضان يهضر على شهر الغفران وشهر الرحمة، ولكن في السلوك تاعه يتنكر كل هذا الشيء ويكفر بكل هذه القيم ويمارس ما يعاكسها. وشوفوا دليل على ذلك وشو صاري حاليا، ما زالوا يعتقل وسيبقى يعتقل سامي دنوني غير كما اختطف، وما يكذبوش علينا حتى الناس اللي خرجوا من الحبس مؤخرا، وحنا نفرحانين خرجوا من الحبس مؤخرا باش يروحوا على الاقل يجوزوا رمضان مع مواليهم ويعيشوا مع يعيشوا خارج الحباس تاع النظام، ولكن ما نساوش باللي هادو صار لهم افراج مؤقت ومازال مطرقه القضاء مازالها فوقهم، ونابورت كانوا يعاودوا يوليوا الحبس، وخاوتهم الاخرين مازالهم في الحبس، خاوتنا مازالهم في الحبس. بالعكس استعمل افراج تاعهم باش يمارس ضغط بسيكولوجي ونفسي على المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي اللي مازالهم في الحباس، ويخدع ويخادع سواد يزوره في التهدئة، وفي الحقيقة راهو في التكتيك، والغرض من هذا التكتيك هو الحفاظ على المكسب أو الحفاظ على شيء استراتيجي بالنسبة له، هو الديمومة تاعو والاستمرارية تاعو. والديمومة تاعو والاستمرارية تاعو ما تكون غير ضد مصالح الشعب الجزائري، لأن المصالح تاعو ما تقدرش تكون على مقاس مصالح الشعب الجزائري وعلى مقاس السيادة تاع الدولة الجزائرية. والدليل والحجة الزيادة لها في صالحنا هي ما حدث من تسريبات أخيرة من وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص تصريحات عبد المجيد تبون، يعني اختصرها في مقولة أو في جملة، ونتكي على واحد الفيلسوف الألماني واسمه فريدريك نيتش، كان يتكلم على أخلاق السادة وأخلاق العبيد، ونقيس على هذا المفهومين ونقول في الجزائر النظام السياسي عنده دبلوماسية العبيد، عنده سياسة العبيد، ما يقدرش يدافع على السيادة تاع الجزائر لأنه يتنكر للسيادة الشعبية. من تنكر لسيادة الشعب تنكر لتاريخ هذا الشعب، ومن تنكر لسيادة الشعب ولتاريخ هذا الشعب عمره ما يدافع على السيادة الوطنية، وعمره ما يخلي الجزائر دولة محترمة في العالم. لذلك أصبح مسألة الخلاص من النظام مسألة تتعلق بالواجب الوطني، مسألة تتعلق بإعادة بناء جزائر على مقاس ثورة التحرير
على مقاس مطامح الشعب الجزائري، على مقاس تضحياتنا ومصالحنا، لأن السيادة على البلاد لن تتكرس إلا إذا انتصرنا على هذا النظام باسم السيادة الشعبية وباسم المشروع التحرري الوطني. تحيا الجزائر، المجد لشعبنا والخلود لشهدائنا، وسننتصر، وبارك الله فيك.